ومن خلال السوشيال ميديا صورة ميشيل يو مع جائزتين من حفل الساغ أوردز اللي أقيم بدورته 29 بلوس أنجلوس صارت فايرل بسبب التفاعل الكبير عليها. فميشيل اللي نالت جائزة فيميل أكتر إن ليدينج رول عن أدائها بفيلم Everything Everywhere All at Once أصبحت أول ممثلة أسيوية بتنال جائزة عن هالفئة. ومثلها بطل عمل كي أو كوان دخل التاريخ كأول ممثل آسيوي بيحصل على جائزة أفضل ممثل بدور ثانوي من الساغ. وأيضاً زميلتهم بالعمل جيمي لي كيرتس كان من نصيبها جائزة فيميل أكتر إن سابورتينج رول. وإلى جانب كل هالجوائز الفيلم حصد جائزة كاست إن موشن بيكتشر فكسر الرقم القياسي لأكثر عمل بيحصد جوائز بتاريخ هالحدث. والمزيد عن هالحفل واللحظات اللي خطفت الأضواء بتتابعوها بخبرنا بالإنسايد تيك. لحظات مؤثرة عديدة شهدتها ليلة توزيع جوائز الساغ. فالكلمة اللي ألقاها براندن فريجر اللي فاز بجائزة Outstanding Performance by a Male Actor in a Leading Role عن دوره بي ذا ويل حملت رسالة أمل إلى كل الممثلين. And I just want you to know for real all the actors out there who have gone through that, who are going through that, I know how you feel. But believe me, if you just stay in there and you put one foot in front of the other, you'll get to where you need to go. أما اللي كادت إنه ما توصل إلى المسرح لاستلام جائزة Outstanding Performance by a Female Actor in a Television Movie or Limited Series فهي جيسيكا تشاستين اللي تعثرت بفستانة. وبكلمتها جيسيكا شكرت كل زميلاتها المرشحات عن نفس الفئة. I just have to say, recognize my fellow nominees, Amanda, Emily, Julia, Nisi. I have seen all of your performances and I am in awe of you and your talent. والذهول كان واضح على جينيفر كوليدج اللي لأول مرة بيتم دعوتها لحضور جوائز الساغ. وبهالمرة الأولى هي حصلت على جائزة Outstanding Performance by a Female Actor in a Drama Series عن الجزء الثاني من مسلسل The White Lotus. وهالشي خليها ترتبك أثناء إلقاء كلمتها. أما اللي كانت واثقة جدا بكلمتها فهي سالي فيلد اللي حصلت جائزة Life Achievement Award. Vous y croyez dans la nuit du 12 octobre ? Est-ce que Clara avait des ennuis ? الرابح الأكبر بالدورة 48 لجوائز السيزار هو فيلم The Night of the 12 اللي حصل على 6 جوائز من أصل 10 ترشيحات من بينها أفضل فيلم وأفضل مخرج لدومينيك مول وأفضل ممثل بدور مساند لبولي لانير وأفضل وجه جديد لباستيان بويون. ولحظة ملفتة شهدها حفل السينما مع وصول براد بيت لتقديم جائزة تكريمية للمخرج ديفيد فينشر اللي سبق وتعاون معه بعدة أفلام من بينها 7 و The Curious Case of Benjamin Button. ومن دورة هالعام من جوائز السيزار فيرجيني إفيغا حصدت جائزة أفضل ممثلة وبنوا ماجيمال اختير كأفضل ممثل. أما جائزة أفضل فيلم أجنبي فكانت من نصيب الفيلم الإسباني The Beasts لرودريغو سوروغوين. مع ختام مهرجان برلين السينمائي الدولي أعمال عديدة حلفها الحظ وتم تكريمها من بينها الفيلم الوثائقي الفرنسي On the Adamant للمخرج نيكولا فيليبير واللي بيتناول قصة مصحة للعلاج النفسي بتعتمد على الفن كأسلوب علاج. وهالعمل حصد جائزة الدب الذهبي كأفضل فيلم. وعن الفيلم الإسباني 20,000 Species of Bees حصلت الطفلة صوفيا أورتيرو على جائزة الدب الفضي كأفضل ممثلة بدور رئيسي. والمفاجأة كانت بفوز فيلم للشوني لميشيل ونويل كسرويني من لبنان بجائزة الدب الذهبي عن فئة الأفلام القصيرة. وهالدورة اللي كانت برئاسة كريستين ستيوارت تم خلالها تكريم ستيفن سبيلبرغ بجائزة الدب الذهبي لإنجازاته مدى الحياة. So I stand here in Berlin accepting the Golden Bear and I have to confess that bears really scare me. ضمن أكثر من 80 فئة نجوم كتار تم تكريمهم بالدورة 54 من جوائز NAACP الخاصة بإنجازات المشاهير أصحاب البشرة الملونة. فأنجيلا باسيت حصدت عدة جوائز من بينها Entertainer of the Year وأفضل ممثلة بدور مساند عن دورها بـ Black Panther Wakanda Forever الفيلم اللي حصد بدوره جائزة أفضل فيلم. بالمقابل ويل سميث فاز بجائزة أفضل ممثل عن دوره Emancipation وفيولا ديفيس حصلت على جائزة أفضل ممثلة عن دورها بفيلم The Woman King. I never want to not be brave enough.